وزير التعليم العالي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نحتفل وإياكم اليوم بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة العربية الدولية الخاصة. نبدأ حفلنا هذا بالنشيد العربي السوري. تمجيدا لهذه الذكرى الغالية، سميت هذه الدفعة الأولى من خريجي الجامعة العربية الدولية الخاصة بدفعة الجلاء. أيها السادة، لقد خطت سوريا خطوات واضحة المعالم في كافة مجالات الحياة، وخاصة في ميادين العلم والمعرفة والإبداع، فأضحت واحة خصبة للبحث العلمي وساحة للإبداع الإنساني. وما الجامعة العربية الدولية الخاصة إلا نموذج هام وصورة مثلى للارتقاء بميادين العلم والمعرفة لتخريج الطاقات المؤهلة التي تسهم في بناء الوطن والإنسان ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى قواعدها السيد الرئيس بشار الأسد. كلمة الطلبة تلقيها الطالبة مروة محمد عدنان بردخاني. الأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي. الأستاذ الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس الأمناء. الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجامعة العربية الدولية. الأستاذ المهندس محسن مقصود رئيس مجلس إدارة شركة الجامعة. أساتذتي الأفاضل، زملائي الأعزاء، الحضور الكريم،
إنه لشرف عظيم أن أقف بينكم اليوم متحدثة نيابة عن زميلاتي وزملائي خريجي الدفعة الأولى دفعة الجلاء من طلاب الجامعة العربية الدولية. أيها الحضور الكريم، نقف أمامكم اليوم مزودين بالعلم والمعرفة، وهذا كله بفضل جامعتنا وأساتذتنا المشهودة لهم بالخبرة والتميز. لقد عملت الجامعة وما تزال جاهدة على الارتقاء ببرامجها الأكاديمية وتطويرها لتتوافق مع أحدث ما وصل إليه العلم، ولتقف بإمكاناتها مساوية للجامعات العربية، ولتكون صرحاً من صروح العلم على مستوى المنطقة. وفي الختام، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زميلاتي وزملائي الخريجات والخريجين، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لكل ذي فضل علينا بعد الله تعالى، ولكل من قدموا لنا الدعم لمواصلة المسيرة العلمية، وعلى رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. راعي العلم والعلماء في هذا الوطن، والشكر أيضاً للأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي على دعمه للجامعات الخاصة وطلبتها، والشكر كل الشكر لجامعتنا العزيزة ممثلة برئيسها ومجالسها كافة على الجهود التي بذلوها من أجلنا، وبخاصة أساتذتنا الأكارم. ولا ننسى أبداً من كانوا سبب وجودنا وبناء مستقبلنا، آبائنا وأمهاتنا، فلهم منا العهد على أن نبقى عند حسن ظنهم أبناء أوفياء لخدمة أسرنا ووطننا الغالي. وبالآخر حب أشكر أكثر شيء رئيس الجامعة وأهلنا، وبدي أقول أنه نحن الدفعة الأولى، نحن بلشنا نحن والجامعة وكبرنا وكبرت الجامعة معنا، وشكر خاص إلي كثير كبير لأبي أمي وأختي اللي كانوا وحدي بهالمسيرة. شكراً. كلمة الجامعة العربية الدولية الخاصة يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجامعة. الأستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي راعي هذا الاحتفال. أيها الطلبة الخروجون، أيها الحفل الكريم، إنه ليوم عظيم في تاريخ الجامعة العربية الدولية، إذ يشهد تخرج الدفعة الأولى من طلابها، ويشكل نهاية المطاف لمرحلة من حياة أبنائنا الخريجين. يتوج هذا اليوم مرحلة السنوات الخمس الأولى في طريق تحقيق حلم الكبير لمؤسسي هذه الجامعة وطلابها والعاملين فيها، ألا وهو أن تكون هذه الجامعة متميزة بكل مكوناتها من أساتذة وبرامج دراسية وطرائق تدريسية وبيئة معمارية تتوافر فيها جميع الشروط الجيدة للوظيفة التعليمية والمريحة للطالب والأستاذ في سبيل أداء أفضل. لقد سطر جامعتنا بكل إصرار في رسالتها أنها ستكون رافداً حقيقياً لمؤسسات التعليم العالي في هذا الوطن لإعداد الأطر المؤهلة لخدمة تنميته وتعزيز تطوره. جامعة تكرم الطالب المتفوق وتشجعه للمزيد من التفوق، وتولي الطالب المتعثر رعاية خاصة واهتماما كبيرا إلى أن يلحق بزملائه المجدين ليكون واحدا منهم. وتشارك الجامعة العربية الدولية حاليا في مشروع صياغة هيكلية مركز الكارير سنتر حسب المقاييس الأوروبية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية بدعم من مشروع تيمبوس للاتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي. وجدير بالذكر أن الرديف لهذا المشروع هو مشروع الاعتمادية طريق إلى ضمان الجودة، والذي تعمل الجامعة به بإشراف الوزارة وبمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة السورية وعدد من الجامعات الأوروبية الشريكة، والذي يدعم بالخبرات من مشروع تيمبوس للاتحاد الأوروبي أيضا. ستبقى هذه المناسبة حية في قلوبنا جميعا أساتذة ومربينا، وكذلك في قلوب طلابنا الخريجين الذين قضوا معنا وقضينا معهم سنوات من العمل والجد المحفوف بالأمل والترقب. وطلابنا يدركون تماما حجم التحديات
التي واجهتنا وتواجهنا من أجل الوصول إلى أهدافنا في التأهيل الأمثل للطلاب، وكم كنا بحاجة إلى السباق مع الزمن لإرساء بنى الجامعة التحتية من مادية وبشرية. فالشكر والتقدير لكل من ساهم في مجابهة هذه التحديات. الشكر لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية في الجامعة وجميع العاملين فيها، والشكر لمن صاغ الشكل المعماري لهذه الجامعة ولمن أسهم في تنفيذ منشآتها، والشكر لجميع الزملاء في مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس إدارة الشركة، والتي تشكل جميع فريق عمل واحد لإنجاز وتشغيل هذا الصرح العلمي بجميع مقوماته الأكاديمية والمعمارية. الشكر والمحبة والتقدير إلى الجهة الراعية لهذه الجامعة، وزارة التعليم العالي ممثلة بالأستاذ دكتور غياث بركات رأس هذه الوزارة وراعي هذا الاحتفال، وجميع الأخوة العاملين فيها، وبخاصة مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة ومجلس التعليم العالي. فنحن نشكل جميعا فريق عمل واحد هدفه ضمان جودة التعليم من أجل ضمان مخرجات تعليمية قادرة على حمل رسالة متابعة بناء وطننا. شكرا لكم أيها المحتفلون، وإلى اللقاء في مناسبة تخرج قادمة. كلمة مجلس أمناء الجامعة يلقيها الأستاذ الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الدولية الخاصة. الأستاذ الدكتور غياث بركات المحترم وزير التعليم العالي، السادة الوزراء والسفراء، إخوتي رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة، السادة أعضاء مجلس أمناء، السادة رئيس ونواب وعمداء وأساتذة الجامعة العربية الدولية، أعزائي الخريجين، أتقدم بداية بتقديم الشكر والامتنان للسيد الأستاذ الدكتور غياث بركات المحترم على رعايته لهذا الحفل وحضوره شخصيا لمشاركتنا فرحتنا ورعايته المستمرة لمسيرة التعليم العالي في بلدنا الحبيب سوريا. إننا مدينون لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي فتح أبواب هذه الجامعات الخاصة أمام شبابنا وشاباتنا. كم أعطت هذه الجامعات من فرص، وكم وفرت من جهد ومال. لقد أعاد أحياء مدن العلم في بلدنا، وكأني بمدينة الصالحية وقد انتشرت في كل مكان، فإليه نرفع آيات الشكر والعرفان. لقد تم إعدادكم من قبل خيرة الأساتذة والمربين، ودرستم أحسن البرامج وأحدثها، وعلينا أن نتقبل التحدي بأن نعترف أنه ليس هناك حدوداً للعلم والمعرفة، وأن علينا الاستمرار باكتسابها حتى النهاية. هذا هو باب المستقبل وباب الارتقاء إلى الأعلى كأشخاص ومجتمعات. ذلك أن السير إلى الأمام في حركة المجتمع تتطلب منا أن نتجمل بالقيم الصحيحة والالتزام والبصيرة، وأن تكون لدينا ثقة بأننا كخريجين جامعيين لدينا الإمكانات على أن نكون قيادات قادرة على التطوير والإبداع. إخوتي الخريجين والخريجات، وإذا ما أردتم متابعة الدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه في الجامعات السورية أو الجامعات التي عقدنا معها الاتفاقات، فاعلموا أن جامعتكم هي أولى بكم، وهي ترحب بكم مدرسين فيها مساهمين في إغنائها وتوسيعها. أهنئكم وأدعو المولى سبحانه أن يرعاكم. السلام عليكم. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد غياث بركات وزير التعليم العالي. أتوجه أولاً
إلى الخريجين المحتفى بهم. مبروك لكم، مبروك لأهلكم، مبروك للوطن. نحن سعداء وزملائي في وزارة التعليم العالي في أن نشارككم هذه الفرحة، وخاصة في مناسبة عزيزة على قلوبنا، ذكرى الجلاء العظيم، ذكرى جلاء المستعمر عن وطننا الحبيب سوريا. أهنئ الأسرة التعليمية، أهنئ الجامعة على تخريج كوكبة جديدة ستدخل إلى ميدان العمل مؤهلة وقادرة على المشاركة في بناء هذا الوطن. إنني سعيد جدا في أن تحتفي الجامعات الخاصة وتشارك الجامعات الحكومية في هذا التقليد، وأن تسهم في تخريج كوادر مؤهلة. كانت وكان حلم وأصبح حقيقة. أذكر في عام 2001-2002 عندما تكرم سيادة الرئيس بشار الأسد وأصدر تعليماته بالسماح للجامعات الخاصة في الإسهام في العملية التعليمية إلى جانب الجامعات الحكومية. فالشكر لسيادته على هذه المكرمة. كان حلم وأصبح حقيقة. ها نحن اليوم نرى 15 جامعة خاصة إلى جانب الجامعات الحكومية. نعمل على ترجمة توجه سيادته في توسيع فرص التعليم وإتاحتها لأبناء الوطن في وطنهم الأم سوريا. فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة ما يزيد على 30,000 طالباً، وإذا أضفنا ما هو مسجل في الجامعات الحكومية يصبح لدينا ما يزيد على 650,000 طالب، الجميع يتابع دراسته في الوطن الأم سوريا. هذا الهدف الذي وضعناه أمامنا ننفذه بأمانة. الجامعات الحكومية من جهة أخرى تتوسع وتحدث الكليات والأقسام الجديدة، ولا تخلو محافظة أو مدينة سورية من 4 كليات أو 5 على الأقل. وقد أحدثت فروع للجامعات الحكومية في هذه المحافظات، ويتم حاليا تعيين مدراء لهذه الفروع، حيث على مقربة منا فرعا لجامعة دمشق في السويداء وفرعا لجامعة دمشق في درعا، كذلك فرعا لجامعة حلب في إدلب، وفرعا لجامعة تشرين في طرطوس، وفرعا لجامعة الفرات في الحسكة، وفرعا آخر في الرقة، وكذلك فرعا لجامعة البعث في حماة. البارحة
تم وضع حجر الأساس لخمسة كليات في جامعة البعث تبلغ تكلفتها ما يزيد على 1.7 مليار ليرة سورية. طبعاً الدولة تدعم وتوفر الاعتمادات، والهدف هو تحقيق المزيد من فرص التعلم والمزيد من فرص القبول في الجامعات السورية سواء الخاصة أو الحكومية في آن واحد. وكما ذكر السيد رئيس الجامعة، نعمل على الارتقاء والنهوض بمستوى التعليم العالي على المستوى الوطني سواء في الجامعات الخاصة أو الحكومية. ولذلك ندعم الجهود في سبيل توفير الاعتمادية، وأطلقت وزارة التعليم العالي منذ أسبوعين برنامجاً وطنياً شاملاً لتطوير المناهج ووضع المعايير المرجعية لها، ونأمل أن تتمخض هذه عن اختصاصات جديدة تلبي احتياجات السوق، وأيضاً تتمخض عن تطوير المناهج التعليمية. كذلك نعمل في الجامعات على تطوير النظام التعليمي، حيث اتخذ مجلس التعليم العالي قراراً بالانتقال من نظام التعليم العالي السنوي إلى نظام الساعات المعتمدة، واتخذ قراراً في إحداث البرامج الجديدة ضمن هذا السياق. أنا أعلم أن الإخوة أبناءنا الطلاب والطالبات بانتظار لشهاداتهم عودة لهم، فهم المحتفى بهم. أقول أنكم نعول عليكم الأمل الكبير، فأنتم ستساهمون وتشاركون في بناء هذا الوطن، وعليكم يقع الأمل في متابعة مسيرة التطوير. لا أريد أن أطيل، ولكن أود ثانية أن أهنئ الجامعة العربية الدولية على هذا الإنجاز وعلى تخريجها هذه الدفعة 160 طالب وطالبة، وأهنئ مجلس الأمناء رئيساً وأعضاءً، وأهنئ الأساتذة، وأهنئ أهل الخريجين الذين هم كانوا الدافع الأساس وراء هذا التخرج. مرة ثانية مبروك لكم، مبروك للجامعة، مبروك للوطن. كل الشكر للدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي. أما الآن فندعو السادة الطلبة لاستلام شهاداتهم، وبداية أدعو الدكتور وزير التعليم العالي والدكتور رئيس الجامعة والدكتور رئيس مجلس الأمناء لتسليم الشهادات. نبدأ بكلية إدارة الأعمال التخصص تمويل واستثمار ومصارف. مروى محمد عدنان درخباني. Thank you.
سراطين خضر. أحمد محمود الصاطي. إيناس محمد زين المصري. ميرا أنتوم بندر. طبعاً الطلبة الذين دعنا أسماءهم الآن هم من تخرج بدرجة امتياز. ليلى محمود مروان اليماني. محمد صالح عبد القادر العدلي. بانا محمد رياض شهاب الدين. سعد نزار ترجمان. أحمد نادر الأزم. سالي هديها. أغور هرانت مرشو. كريم صديق هارون. كنان عبد الرحمن حسينو. مايا خليل عكاري. كريم عمار الهبل. طارق عمر عتيق. ليلان غسان غزال. حنان محمد وائل الحناوي. محمد أحمد الحبان. محمد زياد السقار. نسرين نسيب الحفار. يارا سمير سعيفان. أحمد محمد مأمون شرف.
خالد أحمد الكنفاني، يحيى مراد عرقسوسي، سامي محمد منير السيروان، نور نبيل الجابي، رزان سمير المجدود، محمد حسان سليم القهوجي، باتريشيا أنطون نصيب، وبدرجة الامتياز أيضا دانيا حسام الدين المشعش السويد، حمزة حسان حوراني، لؤي حنا قلوبي، محمد عمورة، آلاء رياض القبيطري، غزل محمد نوري العاقل، مجد مختار سنان، محمد مصطفى الخمسي، أحمد عبد العزيز الجرة، هبة هلال كيوان، تامر زهير حمد، سلوى عبد الوهاب السمان، بشر أحمد قويهر، حمزة بشار الشمعة، ساري سمير الدرس، محمد أسامة أحمد توفيق شنن، داليا محمد سعيد قسومي، خالد جمال الخوان، صالح الشربجي،
خلدون الغبرة. زهير محمد دلول. الثاني
كلية إدارة الأعمال التخصص تكنولوجيا معلومات إدارية. جميل مروان سمعان، أيمن محمد غياث الزيات، محمد كنان، محمد زهير تلاج، حسني نبيل قاضي قران، محمد معاذ، محمد سامر نص، جهاد عمر كريز، أما الآن فأدعو الدكتورة وثيقة زتور عميدة كلية الصيدلة. بدرجة امتياز الطالبة غيداء عدنان الفرة. نور وليد تميم. إيمان محمد أمين حجازي، آيات محمود قسومي، سلمى محمد ماهر النابلسي، محمد عامر محمد مروان نشواتي، فرهاد حسن حمادي، سلوى أحمد الشاهر، ميادة حسن محمود، عامر معين أشرفي، عبد الوهاب حازم بركات، عمر محمد تشمير، عبير فرج عبد الأحد، محمد إبراهيم محمد،
جميل يا أمين. لينا نمر قمر. محمد زاهر. محمد زهير حمشو. ديما كلانا أصبح كشورة. محمد نبيل سرميني. يزن محمد فواز الريس. مجد احسان صياد. محمد فراس. محمد نديم قطري. محمد بسام أبو سعود. مضر نميل ميهوب. محمد جميل غزوان السمان. محمد رسلان الخياط. عمار محمد مروان نشواتي. باسم محمد الدرساني. ماجد محمد عيد. منير محمد عدنان العلبي. أحمد هاشم سكر. قصي هشام كيان. أنس درويش الزعيم. محمد وليد وهبل. سارة منير جعود. بتول طلال فارس. رامي عبد القادر البطران.
هلال محمد حلواني. إبراهيم أحمد مراد. يامن أحمد الوادي. هندسة المعلوماتية، التخصص علوم الحاسوب. عامر ناهد الصوص. عامر عادل راضي. محمد مناف طرابيشي. محمود سعيد الخولي. نور الدين محمد فريز الصبار. أيها الحق الكريم، أيها الطلاب الخريجون، بهذا أعلن استكمال مراسم تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة العربية الدولية دفعة الجلاء.
Are you ready to have fun tonight? We'll be right back.
الدراسة والجامعة عنده موهبة الرقص، رقص البوب والبريك دانس. احتل المركز الأول بمسابقة للرقص ببيروت، واللي رح يكون مرحلة كتير حلوة. بجد كتير كبير المستقبل فريق الـ AIU للرقص والبريك دانس. We'll be right back.
مثلا الازعر قطش قريع على السفه بفتيك على وركه بتركي على قرعتي بتبلعتي تحت باطي بتقعدي قطش قريع كل مشبك وما تتلبك شو يا مدام خوفتك؟ ايه ايه بس هودي بخوفوا اكثر يعني ضروري كيف يستعملوا اصلا توني خلينا هلا بالموضوع اللي نحن فيه عن جد السوريين السنه كثير عاملين قصص حلوه بستار اكاديمي موهوبين كثير وعم بدعوا ايه
يعني شفناهم كمان بدعوا بالمسلسلات التركية، يعني من ورا سوريا صرنا نعرف تركيا. نعرف مهند وأسمر وعاصم وما بعرف شو، بس دخلك هالمهند يعني ما بعرف على شو حبوه يعني. لا لا محظوظ. سوري ما عليه يعني. هلا بسوريا في شباب أحلى. إنه مهند صراحة بعدين ممثل، يعني أحلى دور شفته مثله بحياته مهند دعاية الشامبو. واو بلا ما هيك؟ أنا خياراتي باخدها لما حك راس، وكنت لما حك راسي عطوك نزل أشري، فيتغلظوا علي أصدقائي وزملائي بالتصوير ويقولوا لي شو مهند بدك مساعد نشلك التلج عن كتافك؟ فخلقت لي عقدة نفسية، صرت انطوائي، بتوهم أمور مو موجودة، بلعب كرة على الشط أنا وأصدقائي، وأنا بكون قاعد بغرفة النوم، برقص بالديسكو أنا والحريم، وأنا بكون قاعد بالحمام، لحد ما اكتشفت شامبو شد إن بولدرز الجديد بتركيبة الأكتيزفت الجديدة بتخلي خياراتي 100% بشعراتي. أقوى دور عندي. أقوى دور. طيب دوني خلينا هلا هيك نرجع كمان للأجواء الموسيقى والرقص. رح نستقبل على المسرح معنا مطرب وطلاب من الجامعة العربية الدولية، رح يقدموا لنا عرض موسيقي. لا ما نستقبله بزقفة كثير كبيرة إذن. Thank you.
حبيبي لا تنسى يا حبيبي لما تسمع هالغنية فكر فيا يا حبيبي آه 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 Thank you.
صحيح الليلة في برد في برد كثير بالأحرى، بس انتو حضورنا هيك مدفيين الأجواء، وكل ما تبردوا وتتحملوا كل ما تكون المفاجأة بنهاية السهرة أكبر وأحلى. توني، أنا بعرف إنك بتحب مايكل جاكسون كثير. مايكل جاكسون؟ إيه. معبود الجماهير مايكل جاكسون. من أنا وصغير، مأثر فيي، يعني مأثر بحياتي كذا كذا طريقة. مايكل جاكسون، كل ما تجيني الحزوقة بتذكر مايكل جاكسون. كل ما حدا يدعس لي على اجري بتذكر مايكل جاكسون. أو! 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 جمعونا! أو! هاي الحركة يعني بلاها، كنت فضي لو بلاها، بس شو بده فيها يا عمي؟ ما كنت افهم لشو بيعملها، بس ايه شو قصته مايكل جاكسون؟ اذا قصت او انا بفضل ميلودي في غنية هلا مكسرة الارض على ميلودي. على ميلودي؟ ايه ما سمعتها؟ شو هيدي؟ العوي عوي عو عوي عوي عو عوي عوي عو حلو كتير حلو كتير ميلودي. قولي ميلودي يعني مبدعين بهالقصص، ما بعرف أكتر شي بيربحوا جوايز، ما معقول شو بيربحوا جوايز، خاصة هيدول الاس ام اس والرينج تونز الرنات، شو بيربحوا بشكل مش معقول. دلوقتي رنتك بقت باسم حضرتك، اتصل بينا على 0700-83-83 وهتكسب معانا الملايين. وإذا ما فهمنا على الحكي بيفهمونا إياها بالغنى. 0700-83 اتصل بينا حالا تكسب الملايين، و 0700-83 اتصل بينا حالا تكسب الملايين. أصفر أخضر أصفر أخضر العنب 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 با 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 العنب يا جود العنب با 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 أصفر أخضر. كارلا 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 شو كارلا وقف الدش معك كارلا؟ شو بك؟ لا توني على البرد عم برجوف على البرد؟ عن جد توني مايكل جاكسون كان فنان عالمي، تأثيره كان كتير كبير بالفن عموماً وبالرقص خصوصاً. تلاميذ وطلاب جامعة الاي اي يو حبوا يقدمون هلأ عرض راقص تكريماً لمايكل جاكسون موقع باسمه، نستقبلهم بزقفة كتير كبيرة إذا طلاب الاي اي يو وعرض راقص مميز. Let's listen to the Michael Jackson song. She came at me in sections with the eye of desire. I felt trapped.
You know you want me. لا أحد يهتف باسمي. أنا حزين. يا لهذه الموسيقى الجميلة. طوني طنصة طنوس طنطون. رقص الشباب حلو مثل مايكل جاكسون. ايه مثل مايكل جاكسون وأحلى من مايكل جاكسون. كنت عم بحضر هذيك المرة أوبرا وينفري قالوا إنه مايكل جاكسون توفى موتة ربه من وراء الأدوية اللي كان عم ياخدها. ايه ما حدا قتله يعني. ما بعرف بس بعدها بيومين حضرت زافان كان عم بيقول انه لقى انه طبيبه قتله. ما بعرف. زافان باع كل ما يملك. باع بيته. باع عائلته. باع كرامته. باع صيته. فاستفاق في يوم من الأيام ملقا على الرصيف بين الكلاب والفئران. إنها المخدرات. أبيض بالرفيع. استاذ الشهيد الأفيوني سأعود إليك في سياق الحلقة. شو هيدا مالك مكتبي كلهم أضرب من بعض. أنا بلاقيهم أصلاً توني بتعرف أنا ما بحب هالتوكشوات يعني بفضل أحضر ميلودي. رجعنا لميلودي وعو عو عو ما بعرف شو يعني. لا عن جد عو عو عوي عوي عوي. شو إلها علاقة بالعو؟ ما عم بفهم. بنات عم تتشخلها وعو عو عو. إنه شو شو؟ لا هديك المرة حضرت مقابلة لهيفا عن جد عملوا دي. سألوها كل سؤال أذكى من التاني. هيفا هيفا سألوها أسئلة ذكية. إيه أسئلة كتير ذكية. سألوها عن الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون وجاوبت بطريقة كتير ذكية. هيفا؟ إيه هيفا توني. طيب شو جاوبت؟ هاي أنا هيفا. بدي أقول إنه أنا ضد الاحتباس الحراري. بس مع الاحتباس بفراري. لأنه كل احتباس إلا ما يبش بوجود هيفا. وبدي أقول إني ضد اللي فخته. معقول هالطريقة الوحشية بفخته؟ لطبقة الأوزون. أوزون. بالأوزون منك. ايه ولا يهمك.
بدي خبر المشاهدين عن الفيلم اللي صورته بمصر، أخذت فيه كاركتر بنت اسمها بيسي. ما أنا أجمل قطة بالعالم. دي خرش. وبمصر تعرفت على جوزي أحمد أبو غشيمة. هشيمة. عملت عرس أسطوري عزمت فيه كل الصحافة. بس ليك بفضل إليسا، يعني صوتنا إليسا هيك بحبه، ما بعرف. هلا هيفا بتجنني كشكلك، بس أغاني إليسا يعني فيهم إحساس ما هيك؟ هلا إليسا أغانيها أحلى وحلوين يعني، بس لازم ترك شوي على الإنجليزي تبعها، مش معقول. إنجليزي؟ هاي أي أيو. I want to thank God for the joyful moment. Thanks God. I want to thank also my family, my father, my mother, and my sister-in-law. ومننا استحيت غنية لو تعرفوه. I want to thank هاينس وليد بن طلال. تشيرمان اوف روتانا. هاينس وليد بليز ابلودايزينج. هاينس مليون زادت بحسابي. ثانكس. I want to thank also Dr. Shul for my feet. Thanks, Dr. Shul. And a great thanks to all my fans all over the world. Thanks. And thanks to all my teachers who taught me English in universities. Thanks you. Thanks everybody. Thanks, AIU. Thanks. Thanks. خلاص thanks. Thanks. تعرفي بس روتانا يعني عندهم فنانين كثير كبار وهيك، الفنانين الكبار مهمين يعني، بس للأسف عم يضحشوا عليهم الفنانين الصغار الجداد، يعني مش عم يتركوا لهم مجال، لدرجة إنه اضطروا هالفنانين الكبار أوقات يغنوا لهالفنانين الصغار شوية. عرفت كيف؟ مثلا سمعت هذيك المرة هيك ما صدقت ديني، كنت عم بحضر روتانا، سمعت الفنان مثلا ماجد الرومي، سمعت واحد عم بيقول الفنان ماجد الرومي من بعد الدويتو الشهير مع علي الديك. نعم، من بعد الدويتو الشهير ديك الرومي، ماجد الرومي الفنانة الكبيرة اليوم تغني لدومينيك. عطريس قفل راسه، عطريس قفل راسه، يا عطريس يا تلميذ، يا عطريس. كمان سمعت كاظم الساهر الفنان الكبير كاظم الساهر يغني هيفا. رجع بحوش صاحبك عني، رجع صاحبك جنني، رجع وجعي وجع يا رجع. كمان سمعت هون مسد الدينية، يعني سمعت سلطان الطرب جورج والسوق. نعم
سلطان الطرب جورج والسوف. أبو وديع، أبو وديع يغني. أهلا وسهلا فيكم حبيبات قلبي، أهلا وسهلا فيكم. سلطان الطرب جورج والسوف يغني للفنانة اللهلوبة روزي. مين هيدي؟ ما بعرف. نوسو نوسو بابا انت يا احلى بابا، نوسو نوسو بابا انت يا احلى بابا، نوسو نوسو بابا انت يا احلى بابا. وديني المرجحة، وديني المرجحة ولا السيبة، ولا السيبة يا بابا. طالما الحديث عن وديع، كمان ابو وديع، وديع الفنان الكبير، وديع الصافي يغني، يغني ايضا. هيفا لايك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح، لم البس الواوا، شلنو صار الواوا بح، قربك خليني، غمرني ودفيني، مرني خليني، مرني ودفيني، أنا من دمك. برداني أح أو لايك الواوا، لايك لايك الواوا، لايك أو لايك الواوا، لايك أو لايك الواوا، لايك لايك الواوا. جبار جبل من لبنان وديع الصافي بصحته. حضورنا هلا وصلنا لمفاجأة السهرة، أهم مفاجأة لليلة. سيما مسك مع فنان صاحب صوت جبار، صوت جبلي الغنائي وبأغانيه. الليلة رح يولع لنا سهرتنا بأغاني انتو بتحبوها كتير. بسرنا الليلة نستقبل الريس أبو علي. عرفتوا مين عم بحكي؟
محكوم يا وسنة ليش
شباب معذب يا يلا شو أهلاً وسهلاً شرفونا أحبابنا أهلاً وسهلاً مثل ما الأرزة الخضراء وسامي وسامي نسر سوريا العراقية يا علي يا علي يا علي لا 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 شو جابك عحينا عم بسمع عندنا لك شو جابك عحينا أو شو أيعادك عندنا يا صغيري وعملتي أسم كبيري نهلتي كل الجيري ما خليتينا ننام يا صغيري يا صغيري
شعرها الأجعد يرد وما ينرد وقبت منه وبترد الباب يرد وشعرها الأجعد يرد وما ينرد أنا حبيتك يا الأصمر ما إلا شيحات بحبيتك يا الأصمر ما إلا شيحات ومت البحر قلتي ولا ما قبلتي بدو يحبك
اقطع يا سيف البوادي يا سيف العلا عدا غادي اقطع يا سيف عدينا يا شوق عدينا
على بر الهوى للسينة للعمر ما 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 عدينا شو عدينا ويدوب زندي من بياض العين
احلى عيونك تلوني غالي غمضي ديلن ابحر كل سنة انتم بألف خير. شكرا ومبروك وعلى الله ارجع بيت المكان.